القصف والحصار، المشاهد التي لا تغيب عن هذه المدينة، مما يزيد من تفاقم المعاناة، خصوصا مع استمرارية إغلاق المنفذ الوحيد للمدينة ومنع دخول المواطنين والمواد الغذائية والطبية إليها. بنتي صراحة حديد الزور اختفي بورام بالمعدة، قعدت بترجع ما خلوا الناس، قالوا الطريق مقطوع، دحين كيف الشارع تصيح. هي مريض عندها تكسر، قال المرض هنا الآن عند السمن الصابون، دم ما يزلق، تشتي دم غير للدم، قالوا ما فيش دخول. أجيش أخرج لاقي أدخل أعمل لها دم هنا بتعيز، قالوا ما فيش دخول، الطريق مقطوع. الخارج من هذه النقطة لا يعود، هكذا أرادت الميليشيات الإنقلابية بعد أن قامت بإغلاق المنفذ الوحيد للمدينة لتفرض بذلك حصارا جديدا، مما جعل المئات من المواطنين عالقين في الجهة الأخرى لا يستطيعون الدخول. الوقفات الاحتجاجية هي الوسيلة التي لجأ إليها السكان للتنديد بما يتعرضون له ولمطالبة وفد الحكومة الشرعية بالانسحاب الفوري من المفاوضات في مشاورات الكويت. خرجت تظاهرات اليوم في مدينة تعز لمطالبات المتشاورين في مفاوضات الكويت بالانسحاب الفوري، وتطالب أيضا بتوقف بوقف القصف العشوائي الذي يشن يوميا على مدينة تعز. بدت الرسالة واضحة إذن، ليبقى السؤال الأبرز هنا، هل ستستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المواطنين لتبدأ العمل الجاد على إنقاذهم، أم أنها ستستمر بخذلانهم ككل مرة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.